بعد ثورة 25 يناير شفنا كلنا حاجات ما كناش متعودين نشوفها، من قتل وسطو مسلح وسرقة وشغب وحاجات كتير المصريين ما كانوش متعودين يشوفوها. ده أثر طبعا بالسلب علينا كلنا، حتى اللي قال انا ما اتأثرتش وانا كويس قوي ده اكيد برضه بيبقى متأثر. ده هنسأل فيه النهارده وهنتناقش مع الآثار اللي خلفتها المشاكل اللي كلنا بنعيشها. هيكون معانا النهارده استاذ دكتور منى الرخاوي، استاذ الطب النفسي بجامعه القاهره. نهارك سعيد. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. من الحاجات الملاحظه جدا انه في اول الثوره كانت الناس ممكن تقف على الكوبري تشوف المظاهره مثلا في العباسيه عامله ازاي، او يقفوا في التحرير يشوفوا المظاهره. دلوقتي خلاص الناس ما بقتش بتشوف المظاهره عادي، يعني بقوا متعاملين مع الموضوع، بقت البلد شغاله فيها الثوره والناس متعامله عادي جدا في الحياه. الحاجات اللي احنا شفناها والحاجات اللي احنا شفناها على الهواء اللي اول مره نشوفها في حياتنا، زي موقعة الجمل مثلا، زي الحاجات المواقع اللي كان فيها طوب وكان فيها دخان. لا، وفي بقى الاشد من موقعة الجمل كمان، يعني مذبحه بورسعيد. يعني احنا كمان شفنا يعني المشاهد العنيفه اللي احنا شفناها دي بتسيب اثر ازاي في نفسيتنا، وهل مع الوقت بيتضاءل الاثر ده ولا بيحصل له ايه؟ الحقيقه الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها، القاسيه شويه علينا كلنا واللي مش داخله في نمط حياتنا العادي، لما بنشوفها اكيد بنتغير. التغيير ده في ايدنا احنا بقى، ان احنا نقول هل التغيير ده هيوصلنا لحاجه احسن، انا بتكلم على المدى الابعد، ولا هيوقفنا مكاننا ولا هيرجعنا ورا. ده في ايدنا. التغيير ده عباره عن ايه؟ عباره عن رد فعل ممكن يكون فوري دلوقتي حالا، انا بحس بقلق وخوف وعدم امان، واقدرش اولادي خايف يروح المدرسه ومش عايزهم يتحركوا يومين ثلاثه ونبتدي الحياه تمشي تاني والعجله تمشي، وابتدي اطمن وابتدي استخدم يعني دفاعاتي وقوتي الكامنه في ان انا احس لا الدنيا بخير، ويبقى عندي نزعه ان انا ارجع لحالتي الطبيعيه اللي في الاول، وارجع تاني يحصل مشكله وشويه ونرجع تاني ونقفل على اولادنا تاني وتبتدي سايكل جديد وتبتدي دوره جديده وهكذا. اطلع من ده انا بايه؟ ده في ايدنا بقى دلوقتي. ده احنا عايزين يعني نفكر كلنا ان اللي احنا نعديه ده نطلع منه ايجابيين احسن مما كنا. احنا في سبب بتتقوقع تماما على فكره، يعني في بعض الناس بتتقوقع، بعض الناس بتندفع اكتر ناحيه المواجهات، سواء مواجهات في العمل او مواجهات في التحرير او مواجهات لا دي لسه هنجيلها بقى، دي عايزين دي هنجيلها نقطه الاندفاعات دي عايزين نتكلم عنها. لكن التغيير اللي بيحصل ايه؟ يعني هل احنا بنتعود بعد شويه على ده، فبقى التعود ده بيوجهنا بقى مثلا انه ايه تزيد مثلا، او في ناس تزيد عندها المواجهات وناس تتقوقع اكتر، يعني التاثير بيبقى ازاي بعد شويه تكرار ده؟ ما هو التاثير يعني مختلف، احنا ما عندناش تاثير واحد مع شخص واحد، احنا فئات كثيره من الشخصيات والثقافات والمنظمات، فالتاثير مختلف خالص، يعني بيختلف خالص. التاثير العام ندعو كلنا ربنا ان احنا يكون تاثير جيد جدا، بس على المستوى الافراد التاثير يا اما انا في عندي حاجه مهدده او حاجه مقلقه، يا اما هبعد عنها خالص، يا اما هتكون لي مشكله شخصيه وهعيش بمشكله شخصيه دي واتعامل بهذه المشكله، يا اما هجري في اتجاهها هواجهها واجري ناحيتها، يعني احدف نفسي ناحيه التيار. فالتأثيرات بتختلف، لكن اللي أنا عايزة أكد عليه إحنا دورنا إيه في التأثير ده؟ أكتر ما أشوف التأثير إيه، أشوف التأثير ممكن من أول ما كتأثير نفسي، ممكن من أول ما يجي لي قلق، أعراض قلق شديدة وقلبي خفقان في القلب وابتدي أترعش وابتدي أبعد بقى عن اللي يشوفي. يعني بعض الناس يجوا يقولوا أنا مش قادر أقرب ناحية الميدان، مش قادر أقرب ناحية المنطقة اللي هناك، أنا مش قادر أخرج من بيتي، أنا يعني مش قادر أفتح التلفزيون. أكتر من سنة ما راحوش التحرير مثلا، ففي ناس بتبعد وفي ناس بتقرب. فالفكرة ان انا بايدي بقى ان انا اختار واعرف ان انا ليا ارادة في رد فعلي ده. طيب مبادرة انت مش لوحدك دي من احد المبادرات المهمة جدا اللي كانت بعد الثورة، عايزين نتكلم عن المبادرة دي، وعايزة اعرف عدد الاطباء المشاركين فيها، وعايزة اعرف كمان حاجة، هل الناس اللي عندهم قلق او توتر او اي مسمى يعني عند حضرتك هم اللي بيجوا لكم، ولا انتوا مثلا اللي بتعرفوهم مثلا وبتدعوهم لهذه المبادره؟ وهل ممكن حد يبقى مش حاسس ان هو عنده اي عرض نفسي من الاحداث اللي حصلت، وانتوا بتقولوا له لا انت محتاج فعلا ان انت تتعالج، وبتقنعيه ان هو يتعالج؟
حضرتك سألتي شوية أسئلة كتير كتيرة. هنبتدي من الأول خالص، من أول المبادرة ابتدت إزاي. هي ابتدت بأنه يعني كانت دكتورة منال عمر كانت يعني متحمسة في اتجاه معين، وإحنا كنا مقابلين بعض وبنتكلم مع بعض في حماسنا أن إحنا نعمل حاجة، وهي يعني تفضلت شاكرة أن هي تبتدي بظروف معينة، والحمد لله تكونت وابتدينا بقى نجمع بعض ونتصل ببعض اتعمل هذا هذه المبادره. كويس. نتصل ازاي او بتتعمل ازاي؟ في هوت لاين، في حد بيرد على الهوت لاين، الاتصال ما بيبقاش بينا مباشره، لان لو بينا مباشره هيبقى فيها شويه يعني اختلاط مع اشياء اخرى، فهو في هوت لاين بنتصل عليه بيبقى في كلام مع المسؤول عن هذا الهوت لاين، اخده وعطى وكده بحيث يعرف هذه الحاله هل هي محتاجه ولا لا، هل هي فعلا متاثره باثار تبع الثوره ولا لا. طبعا هو الخط الساخن بس عشان ايه؟ انا اسف. لا 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 يعني ده توضيح، لانه ممكن في ناس كتير ما بتبقاش مركزه. لا صحيح صحيح، هو توضيح جيد، لان انا بحب اللغه العربيه جدا ويجب ان احنا نحترمها كلنا. فالخط الساخن بيبقى فيه حاجه زي فرز للحالات اللي هي فعلا محتاجه، وعلى حسب التوزيعات الجغرافيه بيتصلوا بينا ويحولوا لنا الحالات. احنا حوالي 10 اطباء وبنتعامل بقى مع مختلف المشاكل اللي هي بيروحوا متعلقه بالثوره، سواء الناس دي نزلت التحرير او الناس دي اخذت صدمات مش شرط تبع التحرير قوي، بمعنى حد خد رصاصه وهو مسافر مثلا على طريق او كده، بيجي لنا حالات زي كده. تمام. طيب دكتور، يعني الحاله العامه دلوقتي في مصر، احنا دايما كلنا في مصر بندور على الاستقرار وعايزين بلدنا تستقر، لكن كتر الاحداث مخلي الناس كلها كتير قوي ما تكلمهم يقولوا انا مكتئب، انا ما بقتش قادر افتح التلفزيون، الناس بقت مقلقه ان هي تخرج. في ناس بعض بيقول ان ده جزء من نظريه المؤامره، انه ده معمول للتخويف، يعني انه ده عشان الناس تخاف، وجزء تاني الناس بتقول لا ده وضع طبيعي ان احنا في ثوره ولسه الاوضاع ما اتعدلتش. حضرتك شايفه الموضوع ازاي؟ وازاي البني ادم يقدر يتعامل بقى مع الوضع ده؟ يعني انه طيب انا يعني انا امتى ابقى محتاج ان انا اكلمكم، وامتى اقدر اتعامل انا مع الموضوع او اتعامل مع احساسي بالاكتئاب ده ازاي؟ انا واحد من الناس مثلا ببقى كتير اللي هو عايز اعرف ايه الاخبار، لكن باجي ساعات ببقى مش قادر بقى خلاص، اللي هو لا مش قادر ابص على التلفزيون لانه الاخبار ما فيش حاجه فيها بتحسسك بامل او بتحسسك انه في حاجه كويسه، احيانا بتبقى كده. فالواحد يعمل ازاي وامتى يلجا للطب؟ طيب، هو اولا لازم نسلم كلنا ان احنا في ازمه حقيقيه، صح؟ يعني قصدي احنا كلنا في معاناه عندنا كلنا، فنمره واحد اعرف ان انا عندي مشكله والمشكله دي واقعيه، يعني من حقي ان انا ازعل، من حقي ان انا اقلق، من حقي ان انا اخاف. كويس. والحاجه الثانيه اللي هي مهمه قوي قوي ان انا اعرف برضو ان اللي حواليا عندهم نفس المشكله، صح؟ يعني مشكله بالتعبير مختلف، قد يكون تعبير ان انا لا مبالي، قد يكون تعبير، بس احنا كلنا عايشين مع بعض في نفس الازمه، صح؟ مهمه كلمه مع بعض بقى، ان مع بعض دي فيها يعني تكه حلوه خالص، ان احنا مش نتخانق مع بعض، ان احنا نبقى مع حقيقي. بعض، لان احنا كل مع بعض. كل الشعب دلوقتي اللي مع الثوره بيتخانق مش مع اللي مش مع الثوره بالظبط. فاحنا انا رايي انه جزء كبير من اطمئناننا كلنا في كلمه مع بعض، وجزء كبير من الحملة والشغل اللي احنا بنشتغله على مستوى الثورة والحقيقة على مستوى حاجات تانية بنحاول نجتهد فيها، ان احنا ما نكونش مع بعض، يعني احنا ما نكونش لوحدنا، ان احنا ما نعيش كل واحد يعيش لوحده أزمته، ان احنا نبقى مع بعض بحق وحقيقي. فتوجهنا مش ان انا هقعد مع حضرتك ونتناقش في مين الصح ومين الغلط، كل حد فينا في صح وفي غلط، بس الفكرة احنا عايزين نتناقش في نقعد مع بعض ازاي، نساعد بعض ازاي. وده اسلوب العلاج اللي بتتبعوه، ان العلاج بيكون جماعي. بالظبط كده، بالظبط. وهي دي اساس تكوين مجموعات المسانده، وانا مش انا مجموعات المسانده دي حاجه طريقه يعني علاجيه او مش علاجيه، اكتر ما هي تكوينيه تقويميه للاشخاص وللناس عموما، بس انا عايزه اقول ان هي حتى من غير شكل مجموعه مسانده انا في عيلتي ممكن اعمل اساند اللي حواليا، انا بدل ما افكر في نفسي وفي قلقي افكر في اللي حواليا ان انا اطمنه. على فكره جزء كبير من اطمئناني ممكن يطلع من ان انا عاوز اطمن اللي حواليا. ان انا في مشكله دلوقتي يا دكتور، يعني اوكي هو طبعا ده طبعا يعني مفهوم انه 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 الناس مع بعض، ده كونسبت طبيعي وده يعني حاجه مشهوره في الطب النفسي، لكن انا بتكلم از جنرال دلوقتي،
احنا مشكلتنا جزء كبير منها انه عدم وعي سياسي. ممكن نقول ان احنا عندنا مشكله فقر وجهل بقى لها عمر طويل متفشيه في مجتمعنا. فمع بعض دي اعتقد بتبقى صعبه ان احنا نتجمع على اراء، خصوصا ان احنا النظام السابق كان بيكرس لجميع انواع التفرقه اللي ما بين الشعب، يعني يبعد المسيحيين عن المسلمين، الاهلاويه عن الزملكاويه، يعني دوروا تفننوا في انه مشوا بالسياسه فرق تسود. طب ازاي نقدر نعالج ده دلوقتي يعني مع بعض؟ يعني احنا برضو وقفنا كده حتى يعني في الطريق في السنه اللي فاتت كله وقفنا عند نقط كده، مثلا انه طب الدستور اولا ولا الانتخابات اولا، ففي الاخر اضطرينا انه طب مشينا مع ده. طب ازاي احنا نقدر نحل ازمه مع بعض؟ هل في دور للحكومه ولا احنا مفروض كشعب نعمل ايه؟ ولا خلينا هقول لك يعني كتر خيرك انك وضحت صعوبه كلمه مع بعض، ان هي صعبه فعلا، واحنا كشعب مش بنعرفش نتعاون، احنا في الشركات في الشغل في المدرسه حتى في لانه كل واحد شايف ان هو الصح، يعني وجهه نظره ان هي الصح وبيقصي الاخرين تماما بيقصي. فاحنا يعني التكه، انا رايي التكه تبتدي بان كل يعني واحد، انا عايزين ننزلها بقى يعني من السياسه والفقر، في حاجات مش هنقدر كلنا كافراد ان احنا نجتهد فيها على مستوى الدولة، صح؟ وبيني وبينك مش عايزين نتكلم فيها برضو على مستوى الطب النفسي قد ما عايزين نتكلم فيها على مستوى كل واحد. عايزين نعرف المطلوب من الجميع إيه؟ يعني من الدولة إيه ومن كل واحد فينا إيه؟ هتكلم على كل واحد فينا عشان أقرب لتخصصي أكتر. إن كل واحد فينا يحاول يفهم الآخر. أنا ما أكون مختلفة مع حضرتك وأفكر إن حضرتك ليك وجهة نظر ممكن، واكيد ليك وجهه نظر وراها خلفيات راي وخلفيات شخصيه، خلفيات انت انسان وليك وجهه نظر، افهمك. لما حد يجي يحكي لي انه حصل مشكله مع فلان واتخانقت وعملت قصص وروايات وبتاع وهو فظيع، مش ممكن الجهل اللي احنا فيه، ومش ممكن تخيل ان كلمه بس ممكن الراجل ده نفهمه، وما تقولها من قلبك بحق وحقيقي بتوصل وبتغير الانسان. يعني نفهم يا جماعه، نفهم بعض، مش شرط ان انا رايي وراي اللي قدامي يكونوا ضد بعض، ان احنا مش بني ادمين ونقدر نعيش تجربه مشتركه ايجابيه مع بعض. احنا مش عايزين نوفق الاراء قد ما عايزين نتواجد مع بعض ونشتغل في اشياء اخرى، مش لازم تكون في النقطه بتاعه اختلافنا، ممكن تكون في ازاي اعبر عن غضبي، ازاي اقول اللي عندي بطريقه توصل لقدامي، يعني فاهم قصدي؟ احنا ممكن نشتغل في مناطق تانية كتير مختلفه عن النقطه اللي هي فيها شعلاله طول الوقت واللي هي سخنه قوي دلوقتي ومشحونه بكل ما عندنا من قلق وخوف ورعب وحاجات. حمله انت مش لوحدك دي حمله يعني مهمه جدا، بس دي هي دي للكبار بس ولا دي كمان يعني للاطفال؟ احنا الأطفال أكيد بيعانوا أكتر مننا كتير يعني من المشاهد الصعبة اللي بيقولوها، وبدأوا كمان يتخيلوا ويعملوا قصص يعني غير واقعية يعني نتيجة للحاجات اللي يعني اللي بيشوفوها في التلفزيون، أو إن إحنا بنقعدهم مثلا من المدارس عشان في مشكلة. فنعمل إيه للأطفال؟ الأطفال مهمة جدا 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 جدا، ودي يعني أحب أركز عليها، لأن فعلا الأطفال بتتظلم غصب عننا. من منطلق ان انا بفكر في نفسي برضو، ان انا بنسى ان انا حتى افهم الطفل، بنسى حتى ان انا احط له يعني وضعه في القلق اللي انا فيه ده. فبالنسبه للحمله طبعا هي مع الاطفال، والدكتوره منال اللي تخصصها اطفال اساسا، فيعني بس الخط الساخن هو اللي بيوزع مين يروح لفين بناء برضو على التخصصات المختلفه. فدي بالنسبه للحمله. بالنسبه للاطفال انا رايي نحط للاطفال، هم دول المستقبل، فاحنا عايزين نحط لهم يعني حد أدنى من الأمان، يعني يعني لازم أحسسهم بأمان بالرغم من كل شيء. كويس، هم بيشوفوا وغصب عنهم بيشوفوا، وإذا ما شافوش هيشوفوا وهيسمعوا. مش هقول لهم إن ما فيش حاجة لأنه هيعرفوا، مش هيصدقوا. لا يمكن، بالعكس، ده أنا أشاركهم في إن في مشكلة وفي أمان، أفهمهم والدنيا بخير وهتمشي، والدنيا فيها أزمات ودي الحياة وهتمشي. وبرده مهم قوي إن أنا نفسي أقنع نفسي بده، ولما أقول لهم ده يعني وده هيفيدني على فكرة، لما اجي اطمن ابني او اطمن حد صغير انا نفسي هستفيد بالعملية دي، هتفيدني انا. لما اجي اوصل له رسالة الدنيا امان، هيوصل له وهتوصلي. ومش امان بمعنى انه ممكن بيحصل حاجات والحاجات دي بنعديها، والحاجات دي ممكن بقى نفسرها باي تفسير بقى على حسب الطفل بيوصل له ايه اكتر حاجة. ان هي يعني زي ما حرامي بيعدي وبيمسكوا زي مش يعني قصدي ممكن على حسب كل طفل بنتواصل معاه ازاي، بس لازم اوصل له امان من بالكلام المباشر والكلام اللي مش مباشر. مش مباشر يعني ايه؟ يعني مش لازم يبقى حياتي كلها اخبار،
مش لازم كل نقاشاتي مع الكبار اللي هو مش واخدين بالنا انه ابني قاعد معايا واحنا غصب عننا بنتحمق وبننفعل وبتاع، لا خد بالي ابقى طول الوقت واعيه ان ده بيوصل وهو بياخده ويحطه في عالمه الخاص ويبلوره ويطلع بقى زي ما يطلع حاجة تانية. ويطلع دلوقتي او يطلع في شخصيته او الى اخره. طيب دكتور يعني انت مش لوحدك، هي بقيتها احنا مع بعض. مشكلة ده كبيرة جدا عندنا في مصر ان احنا ما بنعرفش نتناقش مع بعض. وانا من قراءاتي البسيطه يعني كده على قدي في الطب النفسي قريت انه ممكن يبقى حد معلوماته الثقافيه قليله وقعد سمع حد هو بيثق في رايه بصرف النظر عن مدى صحه رايه، فسمع والله فكره من الشخص عجبته الفكره، جه كررها في مجلس تاني ما حدش اعترض عليها، ابتدى يمشي يكررها، فخلاص بقت بالنسبه له معتقد. فلما يجي يتكلم مع حد تاني بيبقى من الاول خالص هو عامل كروس او قافل على، مش يعني هو مش ناوي يسمع. فازاي نقدر نبقى مع بعض لما يبقى فيه المنطق ده مع التعصب بقى، يعني هو شايف ان هو صح ومعتقد ان الفكره دي صح حتى لو كانت بلا اساس تحولت عنده الى معتقد، وفي نفس الوقت بيبقى فيه تعصب للراي لانه ما حدش ناقشه فيها، وما بتيجي تناقشه بعد كده بيبقى الموضوع ما بتوصلش معاه لاي نتيجه. ف ازاي نقدر نتناقش مع بعض؟ لان دي مشكله كبيره حتى في البرلمان بتاعنا، الناس بتشوشر على بعض وبيقعدوا يزعقوا بعض بحيث بيسكتوا بعض. فازاي نقدر نعمل ده؟ يعني اذا كان البرلمان بتاعنا فيه مشكله بالمنظر ده فما بالك بالشارع بتاعنا نعمل معاه ايه؟ طيب هو الحقيقه انه درجات التعصب ودرجات التمسك بالاراء دي مختلفه خالص من حد لحد، صح؟ يعني ممكن الاقي حد متعصب جدا 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 وصعب جدا ان انا اخش له من اي نقطه دلوقتي، صح؟ بس في حد ممكن يكون متعصب وممكن يكون في مرونه شويه. فنتكلم ونتناول انه نمره واحد نفهم المتعصب قوي ان انا مش هحاول معاه عشان احاول معاه دلوقتي او ممكن يعني ااجله، يمكن لما وعينا كلنا يزيد ان احنا نسمع بعض وان احنا يبقى في درجه وعي اكتر بطريقه اسمع زي ما بتكلم دي يمكن تفرق معاه شويه بس في خطوه بعد كده. هو لكن انا اثرت النقطه دي سوا يا فندم لانه ساعه ما انت بتحاول توصل له اي راي تاني بيعتبر ان انت كده بتتهمه بالخطا، مش خطا الفكره ان هو نفسه بيعتبر ان هو كده انت بتتهمه بالغلط او انعدام الثقافه، فبياخدها بشكل شخصي فبيبقى مدافع لاخر نفس بصرف النظر بقى هي صح ولا غلط، ان هو كده يحس انها بتيجي في كرامته مش في الفكره. كتر خيرك، يبقى وصلنا تاني لكلمه ان انا ممكن افهم هذا المتعصب اللي مش قادر يغير رايه، هل انا اقدر افهمه ولا ما اقدرش؟ فاهم؟ انا عايزه نفهمه، هذا الرجل يعني مش قادر يغير، ما يقدرش بتكوينه بالاعتقاد اللي هو سمعه مره وقدر وعرف ينشره في كل حته وثبت عنده ثبات قوي جدا دلوقتي صعب يوصل له بالظروف اللي احنا فيها، ان هو لو تمسك بده لو ساب هذا الاعتقاد هيبقى عند الاعداء بالنسبه له هو. فممكن افهمه، ممكن افهم ده طالع من ايه علشان اشتغل على مستوى الناس اللي ممكن تفهم بقى، وممكن المتعصبين اللي ممكن تسمع راي اخر. فاهم قصدي؟ يعني احنا برضو مش عايزين نعمم قوي، مش عايزين نعمم، احنا اشخاص. احنا مش بنعمم، احنا بنتكلم انه فكره تحولت الى معتقد، فانا بتكلم بس نحل العقده ازاي يعني. هو طب وليه انا ابقى عندي فكره وانت عندك فكره ونبقى اصحاب برضو يعني؟ ما هو ده جزء من المشكله الكبيره اللي عندنا يعني. هو ده اللي انا بحكي فيه، انه المفروض انه الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه، لكن احنا عندنا في الموضوع في مصر بيوصل لمطاوي وسكاكين وبلاوي بالظبط يعني. يبقى احنا نسمع احنا على كل المستويات نسمع، وانا ابتدي بنفسي. احنا كلنا بنقول لا عايزين نسمع بعض بس عايزه انا بس اللي تسمع، يعني غصب عننا كده تلاقي خلقت ربنا احنا في حاجه يعني. مش بنسمع بعض، احنا بنرد قبل ما اللي قدامنا يكمل الجمله. بالظبط، يبقى متحفز ان انا هرد امتى وانا مش سامع اصلا. بالظبط، فاحنا عايزين احنا نبتدي بنفسنا دلوقتي حالا، بنبتدي بانا وحضرتك يعني كلنا نبتدي بان احنا ندي فرصه ان انا اسمع اللي قدامي. لما هيوصل له ان انا بسمعه هو صدقني ممكن يختلف، مش هقولها يختلف بس ممكن في امكانيه نسبه اكبر كتير من اللي كانت قبل ما يوصلوش ان انا سمعت. ما هنقف عند النقطه دي عشان يبقى تسال سؤال بس لسه هكمل طيب. بعديها في نقطه ثانيه بناء على ده. حمله انت مش لوحدك ده علاج جماعي زي ما احنا اتفقنا وقلنا، هل كل ممكن المرضى يبقى فردي وجماعي؟ ممكن فردي وجماعي. هل المريض اللي مش بيقبل ان هي تبقى جماعي ده هو اللي بتخلوه فردي ولا لا بتقنعه ان هي لا لازم تبقى جماعي؟ لا 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 لا، احنا على حسب كل مريض وكل سواء قبوله او استعداده او امكانيته ان هو يشترك في علاج جماعي. طيب يعني افرضي ان حالته تحتاج علاج جماعي، بتحاولي تقنعيه ان هو لا انت لازم تبقى في العلاج الجماعي وبيقتنع؟ يعني اوقات بيقتنع.
يعني لو هو يعني عنده استعداد، ولو ما اقتنعش يبقى احتمال ما يستفدش كمان يعني. ما برضو لو انا مش مقتنع احتمال مش هستفيد من هذا اللقاء، هبقى طول الوقت رافض فمش هاخد فرصه. وقد بيبقى نفسه يقتنع بس يعني ايه مش متعود، خايف الفكره مش بيجرب بتاع. مثلا مره بيلاقيها اوكي يعني كويسه، فالمره اللي بعدها بيبقى احسن. بالظبط يعني اوقات بيبقى عنده ولا موجودين بس يقولك لا كده، بس لما يبتدي يحضر ويبتدي يتاخد في ده يكمل. وفي متطوعين كتير بيشاركوا معاكوا في الحملة دي ولا؟ الحقيقة يعني الحقيقة يعني في مجموعة من المتطوعين لا بأس بها، واحنا برضو ما زلنا في البداية، وانا نفسي ان ده يعني ينتشر. حملات المساندة ما تبقاش بس على اساس اللي هم متضرري الثورة، لا تبقى كمان تنتشر في مجموعات مساندة اخرى بقى. هل في حد اتعالج وبقى متطوع معاكوا؟ لا احنا لسه يعني ما بقاش الوقت، احنا خلي بالك احنا بقالنا فتره قليله فما لحقناش ان احنا نكون ده. بس انا في ذهني الحقيقه، كنا بنتكلم مع بعض انه في ذهننا انه بعض من الناس المشتركين معانا في وقت يبقى يشاركونا في ده، لان هي خبره عدوها او بيعدوها سوا فممكن. طب الى اي مدى يا دكتور العلاج النفسي بيفيد في علاج ما بعد الصدمه؟ يعني الناس اللي بتشوف فجاه دم، او مثلا زي ما حضرتك قلتي خد طلقه، او 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 او, أو بيساعد قد ايه العلاج النفسي ما بعد الصدمه؟ الحقيقه بيساعد كتير خالص يعني، بيساعد جامد، بس تعتمد على حجم المشكله وحجم الاعراض والاستعداد للعلاج والاستجابة. احنا بنتعامل بقى هنا على يعني مجال واسع شوية من الـ الـ الأمراض أو الصور اللي بتظهر لنا الأعراض دي، مجال واسع شوية من الصور الأعراض وكمها وحجمها وقد إيه الشخصية دي اللي وراها وتكوينها مستعد إن هو يستجيب ولا لأ. بس هو طبعا بيعالج جامد خالص، لأنه الصدمة بالذات الصدمات اللي هي الإنسانية فبتحتاج تعامل إنساني. فلما بدخل لده ونفهمه ونفهم ايه اللي وراه، وهو يحس انه في يعني مسانده ومساعده، بالاضافه طبعا لاوقات العقاقير بتنفع يعني. فلا اكيد بينفع كتير طبعا. من واقع عمل حضرتك كطبيبه نفسيه، لسه عند الناس تخوف زي زمان، لا انا لو رحت لدكتور نفسي يبقى انا مجنون، يبقى انا مش هروح، او انا هخبي على الناس ان انا رايح بقى واتخفى واروح للدكتور النفسي، لسه عندهم نفس التخوف اللي زي زمان ده ولا قل؟ لسه يعني طبعا لسه احنا ما زلنا ثقافتنا ما زالت يعني في ده، يعني ما زالت لسه محتاجه شويه شغل، رغم ان في ناس كتير تيجي وبالعكس تبقى فخوره، ودي انا رايي ان هي حاجه تخلي الواحد مفروض يفخر ان هو يروح ويطلب مساعده من حد ممكن يساعده في نقطه، وحد عنده خبره وشويه خبره وشويه علم زياده. طب ما اخد فرصتي. فانا شايفاها حاجه يعني محترمه جدا، بس ما زالت التصاق الطب النفسي وزياره عياده الطبيب النفسي وصمه عار. عشان كده برضو في ناس بتشتغل في يعني منطقه العلاقات الانسانيه، واللي هي تمرينات على اتعامل ازاي مع نفسي ومع الاخرين، ما بتبقاش اطباء، واوقات دول بيبقى لهم سوء اكتر شويه مع المستويات الخفيفه من الاعراض. ده منتشر برا مصر اكتر، يعني منتشر برا مصر. بس احنا معانا برضو حد من المجموعه، معانا حد من الفيلد ده، من الحقل المهني ده، والحقيقه برضو بيفيد لما يكون ليه احتياج يعني. طيب اتفضل دكتوره منى. بعد يعني سنه طويله من الاحداث العصيبه والمكثفه على المجتمع المصري على غير العاده، كلنا تاثرنا بيها بدرجات متفاوته زي ما حضرتك قلتي، ايه النصيحه اللي حضرتك ممكن توجهيها للناس انه ازاي نعرف نتعامل مع بعض؟ خصوصا دي النقطه اللي انا كنت عايز اكمل على كلامنا قبل كده، انه صعوبه التعامل مع بعض، انه كمان يعني بتوصل في لحظات صعوبه التعامل والتفاهم في وجهات النظر انه ناس ساعات بتخون بعض. فايه النصيحه ان احنا نقدر بقى نتخطى ده ازاي؟ يعني حته برضه مرحله التكوين دي بتبقى صعبه، انه حد يبقى شايف انه ده لا انا مصلحتي وهو كده ضد البلد، او ان هو كده شايف ان هو صح وكده ده ضد البلد. فازاي نقدر نوصل لارضيه مشتركه؟ لانه بلدنا مش هتتقدم غير لما كلنا نتفق على الاقل على اتجاه عام كلنا نمشي فيه من غير ما حد يخون حد. السؤال صعب جدا، انت عمال بتتكلم حقيقي. اصل النصيحه دي نصيحه، انا عايزين نصيحه يعني فعلا يعني، بس انا عماله بفكر ممكن اختصرها ازاي. بس اختصرها في ان انا افهم واجتهد، ويبقى عندي مقدره على التنازل في سبيل الهدف الاسمى اللي هو بلدنا اللي هو احنا كلنا.
اظن يعني لو طب لو قلنا بشكل عملي يا فندم، يعني واحد اتنين تلاتة، لانه التعصب الزايد بيوصل لنقط زي اللي احنا بنقولها دي، فاحنا اللي هو يعني ازاي نفك في يعني نديفيوز البومب، نحل القنبله دي ازاي يعني؟ فخطوات بسيطه يعني برضو عشان الكلام النظري بيبقى حلو. صدق انا مش حاسه ان انا بقول كلام نظري. لا يعني قصدي يعني خطوات الناس تبقى سهله. افهم دي حاجه، افهم دي يعني اسمع، يعني ممكن يعني عمليا احط نفسي مكان اللي قدامي زي ما هو كده، والبس جلابيته زي ما بنقول، واتخيل نفسي مكانه، واشوف انا بقول نفس الكلام ده، وادور له على اسباب وافهم الاسباب. احاول اقرا طب في ثقافته مثلا، احاول بالظبط، لان هو طالع من حاجه، ده انسان وطالع منه حاجه، واكيد في حاجات كويسه. اتنازل يعني ما بقاش متمسك خالص بكل حاجه انا عايزها زي ما انا شايف. انا ممكن الحاجه اللي انا شايفها دلوقتي اكتشف بعد شويه ان هي مش صح، فيبقى عندي المقدره على التنازل. اجتهد بمعنى ان انا سواء انا في شغلي، سواء انا في 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 في, في اي دايرتي، يعني اجتهد مع اللي حواليا، مع طبيعه عملي، مع اي حاجه اقدر ادي فيها اكتر ادي فيها اكتر. يعني اظن انه على المستوى الفردي لو احنا سمعنا الكلام ده، انا ما بقولش كلام نظري، يعني بقول كلام احنا بنطبقه وبنعيشه ومع زمايلنا وبنجتهد بحقيقي. انا كنت حابب التفصيل ده عشان الناس بس تسمعه في لا كتر خيرك، انا بقول بحس ان الناس ممكن تكون فاهمه بالمختصر، انا يعني بس كتر خيرك ان انت اديتني فرصه ان انا يعني نفسر اكتر. فيعني اظن على المستوى الفردي لو مشينا بالثلاث حاجات دي ممكن الدنيا تختلف شويه باذن الله. وعايزه اقول حاجه مهمه قوي، انتظر الوقت المناسب. لا الوقت بس، اعرف ان انا اجتهادي وتنازلي وفهمي ده هستنى عليه وقت عشان يديني النتيجه، ما استناش النتيجه دلوقتي حالا. مش كون ان انا فهمت دلوقتي هبقى مستنيه حالا او بعد اسبوع او بعد شهر نتيجه ده. هجتهد في الحاجات دي مع يعني ايماني بربنا سبحانه وتعالى، وهتلاقي بعد شويه شفت، بس شويه دي مش شرط اقول قد ايه، بس نتاكد ان ده هيبقى فيه نتيجه كويسه. لا واعتقد ان كمان اختيار الوقت المناسب ان احنا نتناقش مع بعض ده مهم جدا، يعني مش وقت مثلا احنا يعني في احتكاك جامد بينا ومشاحنه جامده ان انا يعني انا عايزه اعبر عن رايي في الوقت ده، يعني مش هينفع طبعاً. اكيد هيقابل بهجوم طبعا طبعا. ودي من ضمن من اهم الحاجات اللي احنا او اهم النصايح او الحاجات اللي بنقولها في العلاج مع التعامل مع الغضب. انا المجموعات اللي بتجيلنا دي اوقات بنشتغل معاها في منطقه اتعامل ازاي مع غضبي ومع غضب الاخرين. وده سؤالي بقى الاخراني بالنسبه للغضب، لانه الغضب لما بيبقى جماعي مثلا زي الاحداث اللي حصلت عند وزاره الداخليه، الغضب الجماعي ازاي نقدر يعني نقول ايه نكبح جماحنا، ازاي نقدر نمسك نفسنا لما يبقى في مواقف صعبه مثلا، مصادمات مع الشرطه ممكن يحصل فيها حاجات، يعني ازاي نقدر نتعامل مع ده ونبقى عقلانيين شويه انه الغضب ما يسوقناش ان احنا ناخد نتصرف تصرفات متهوره ممكن، او يعني او خارج عن المألوف بشكل عام، بلاش نسميها بشكل معين. يعني الحقيقه هو ما زال السؤال ده صعب، لان احنا بنتكلم على مستوى فرد ان انا هبعد نفسي عن كل ما هو يضر بنفسي او بالاخرين، وهعرف ان انا اللي بعمله هيبقى فيه نتائج سلبيه، بس ده هننفذه ازاي واحنا مجموعه؟ المجموعه برضو محتاجه تنظيم اكبر مننا شويه، يعني لازم يبقى فيه قوانين. امال القوانين محطوطه ليه؟ يعني لازم يبقى فيه شويه برضو جهد من الافراد ان هي تقنع بعضها، او اللي كويس يقنع من حوله، او اللي جات له فكره ان انا لا نهدي لا نفكر. احنا على فكره احنا دلوقتي بقينا صد رد في اغلب حياتنا، فاحنا عايزين نخطط شويه، يعني عايزين نقف شويه ناخد نفس كده. والمجموعات اللي هي بقت بنعمل كذا، بندي رد فعل غضب، يعني بقينا تخ 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 تخ، بقت الكوره رايحه جايه في اتجاهات كلها مليانه بالعواطف اكتر من التفكير، فاحنا عايزين نقف ونفكر. لانه رد الفعل الاولاني ممكن يبقى غلط، طبعا ممكن يبقى غلط، اكيد ممكن يبقى غلط طبعا، فاحنا عايزين نفكر، ناخد فرصتنا في النفس وفي ان احنا نفكر. زائد ربنا بقى يعني ان شاء الله من الناحية التانية اللي هي في نطاق تنظيمي يحط لنا الردع اللي يخلينا ما نزودهاش شوية كمجموعات يعني. تمام. أستاذ دكتور منى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية وعضو بمبادرة انت مش لوحدك لاحتواء توتر وكرب ما بعد الصدمه، بنشكر حضرتك جدا. نورتينا يا فندم، ونشوفك في فرصه ثانيه. مشاهدينا دي كانت فقرتنا في نهارك سعيد، مستمره بعد الفاصل، تابعونا.